سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. اليوم ان شاء الله نحضروا واحد الباقيط بالكفته تاع لادان دو الخضراء. نخليكم مع المقادير والطريقه. عندنا جوج بصلات، جوج فلفلات محكوكين، كميه تاع لادان، وجوج خيزو محكوك. عندنا شويه الملح، البزار، التحميره، الخرقوم، وشويه الزيت. نوضعوا كل شيء على النار حتى يتشحر مزيان، ومن بعد ندوزو ان شاء الله العجين. العجين عندنا كمية تاع الدقيق اختيارية، ملعقة من الحليب نيدو، شوية الملحة، شوية الخميرة، واحد البيضة، وواحد الملعقة تاع زيت المائدة، وماء دافئ للعجن. غنعجنو العجينة مزيان تكون لينة. بعد ما كتعجن مزيان كندهنها بواحد شويه الزيت، وغنخلوها ترتاح حتى يتضاعف الحجم ديالها. نبداو نقطعوها واحد قطع صغيره على حساب الرغبة، إلا بغينا نديرهم كبار نديروهم، بغينا نديرو غير باقيطات صغار نديروهم صغار. غنسرح العجينة مزيان، منخليهاش غليظة، العجينة تكون غير رقيقة. يمكن نستعنو بالدقيق إلا شفناها كتلصق لينا، إلا كانت ما كتلصقش ماشي مشكل، بلا ما نستعملو الدقيق.
الحشوه غنبدا نديرها في العجين اللي سرحت، ندير واحد الكميه تاع الحشوه وندير عليها الفرماج. الفرماج كيبقى اختياري، الا بغينا نستعملوه نستعملوه، ما بغيناش ماشي مشكل. غنبقى على هذا الشكل حتى نكمل الكميه ديالي كلها اللي عندي. سخون بالنسبة للتزيين كيبقى اختياري، وديري عليهم الجنجلان كديريه، وديري هذا الشكل هذا ديريه. هذا هو الشكل النهائي، راه كتجي العجينه رائعه، كتجي هشيش، كنستعملها في جميع المملحات اللي كندير.